هيكل عظمي ماسك بمخود الطائرة. الطائرة لوكس، الرحلة التي حيرت العالم قبل عدة سنوات، بالتحديد يوم 4 سبتمبر 1954. حلقت طائرة الرحلة 513 من خطوط الطيران سانتياغو بشكل عادي جدا من مدينة أخن الألمانية، على متنها 88 راكب وأربعة من طاقم الطائرة، وبهذا يكون فيها 92 شخص. كانت الرحلة متوجهة نحو البرازيل، يعني أن الرحلة ستقطع المحيط الأطلسي بأكمله. كان من المفترض أن تستغرق الرحلة 18 ساعة، لكن قبل أن تصل هذه الرحلة إلى وجهتها حصل أمر غريب لم يكن يتوقعه أي أحد. حصل شيء لم نراه إلا في أفلام الخيال العلمي والرعب والغموض. الرحلة عوض أن تستغرق 18 ساعة، استغرقت 37 سنة. نعم، 37 سنة، 37 سنة لتصل إلى وجهتها. عندما انطلقت الطائرة من المطار وبعد بضع ساعات انقطعت كل وسائل التواصل مع أبراج المراقبة. الطائرة وبرج المراقبة لا يتواصل، يعني الطائرة غير موجودة. وعلى إثر هذا قامت الحكومة البرازيلية بعمل تحقيق والبحث على حطام الطائرة وركابها والبحث على جثث، لكن المفاجأة لا يوجد جثث ولا حطام. الطائرة اختفت ببساطة، الطائرة لم تعد موجودة ولم يسمع عنها أحد بعد ذلك، اختفت ولم يتم إيجاد أي شيء لحطامها أو دليل أين ذهب. قضية اختفاء الرحلة 513 هي الأغرب على التاريخ، هي فعلا واحدة من أغرب وأعجب القضايا التي حيرت العلماء وحيرت الباحثين ليومنا هذا. والشيء الأكثر غرابة في هذه القصة ما حدث بعد اختفائها، أي ما حصل بعد أكثر من 37 سنة. ففي إحدى الأيام، وبالتحديد يوم 12 أكتوبر 1989، فوجئ كل العاملين والموظفين في المطار الذي أقلعت فيه أول مرة، وشعروا بدهشة لما شاهدوا. فبدون أي سابق إنذار ولا أي إشارة ولا علامات في الرادار، حطت الطائرة المختفية لأكثر من 37 سنة ونزلت على المدرج، ونزلت على المدرج بسلام. السؤال الذي كان يدور في ذهن الناس وفي ذهني وفي ذهنك أيضا هو أين كانت هذه الطائرة طول هذا الوقت؟ والسؤال الثاني الأكثر غموضا، من يقودها ومن وجدها؟ كان كل العمال في المطار يسألون بعضهم هذه الأسئلة. فمباشرة عندما ظهرت الطائرة في المطار، قامت السلطات بإرسال فريق أمني إلى المطار ليقوموا بتفتيشها شكا في وجود إرهابيين أو شيء. وعندما اقترب الفريق الأمني من الطائرة شعر خوف، لأن هذه الطائرة تتبع إلى شركة سانتياغو، وشركة سانتياغو أغلقت أبوابها من عام 1956، وهذا أول شيء يجعلهم يشعرون بالحيرة والدهشة. لكن عندما دخلت المجموعة الأمنية إلى الطائرة لتقوم بتفتيشها، بصراحة كان المشهد فعلا مخيف. فعندما دخلوا وجدوا الديل، وجدوا 92 هيكل عظمي في مكانهم جالسين في مقاعدهم، وكأنهم ماتوا منذ بضع ثوان. كانت الموت سريعة جدا لأن الركاب لم يتحركوا من مكانهم. تخيل الركاب في أماكنهم لم يحركوا ساكن، يعني موت مفاجئ، موت بسرعة البرق. مهلا، جاء الآن دور فحص كابينة القيادة. وجدوا الكابتن ومساعده، لكن الكابتن والمساعد هم عبارة على هيكل عظمي، هيكل عظمي ماسك لمقود الطائرة، وفي الحقيقة هو الهيكل العظمي للكابتن. السؤال، من هبط بالطائرة؟ من نزل بالطائرة على المدرج؟ قامت السلطات البرازيلية بالبحث، إنها جثة الكابتن ميغال. وأكد الطب الشرعي أن هذا الهيكل العظمي يرجع إلى الكابتن الحقيقي للطائرة،
الذي سافرت من 37 سنة، والركاب كلهم هم نفس الأشخاص المفقودين. لكن الغريب، من نزل بالطائرة؟ من نزل بالطائرة؟ السؤال الذي حير الحكومة البرازيلية، كيف نزل بالطائرة وهو هيكل عظيم؟ كيف نزل بالطائرة وهو ميت؟ والسؤال الذي حير الباحثين في الظواهر الغير طبيعية، هل الطائرة سافرت عبر الزمن؟ والسؤال الأغرب، من نزل بهذه الطائرة على المدرج؟ كلمة وزير الداخلية في البرازيل أثناء هذه الحادثة التي نقلتها الصحف، هل هذا واقع أم حلم؟ طائرة ظهرت من العدم ونزلت بسلام في المطار على متنها 92 هيكل عظمي. الطائرة مختفية من 37 سنة، أين كانت؟ من قادها؟ وحاول الكثير من هم مهتمين بالظواهر الغير طبيعية فك لغز هذه الطائرة، هل سافرت عبر الزمن؟ أوكي، إذا سافرت عبر الزمن كيف نزلت في المطار؟ لغز حير العالم اليوم، لا تفسير لهذه الظاهرة الغريبة. حاولت الحكومة البرازيلية بالتشارك مع الحكومة الأمريكية وقتها بفك لغز هذه الطائرة، وكونوا لجنة في التحقيق في هذه الحادثة، وقامت الحكومة بإعطائهم الصلاحية الكاملة للتحقيق والبحث في هذا الموضوع، وهذه اللجنة لم تقم بإصدار أي شيء في هذا الموضوع، وتكتمت الحكومة البرازيلية والأمريكية في هذا الموضوع ورفضت أن تقدم أي تفسير، وهذا شيء غريب من الحكومة. السؤال، لماذا لم تقدم تفسير في هذا الموضوع وهو أغرب حدث ليومنا هذا؟ شكرا أصدقائي. إذا أول مرة تتفرج في قناتي، اعمل ابوني ولايك، شكرا، وفعل الجرس باش يجيك برشا فيديوهات. دعمكم.